لعلنا يجب أن نبتعد عن هذا المكان. أنا لا أخاف شيئا في الدنيا وأنت معي. كان ذلك في الماضي يا ابنتي وليس الآن. ليس في غنائمنا اليوم طعام، ولكن ما رأيك بهذه؟ وما لي والصبايا؟ من هذا الرجل؟ إنه أبي الزير سالم بن ربيعة. فماذا تريدون منه؟ منه هو لا نريد شيئا، نريد الفتاة. تريدون؟ كلكم؟ منذ متى تتقاسمون النساء؟ هي لواحد منكم، فاتفقوا. وإن كنت أفضل أن ترسلوها إلى أخيكم صداء لعله يأنس بها ويعود إليكم. أتريدونها سابقة أن تقطع العرب الطريق وتخطف النساء؟ اسكت اسكت. أبي، مع حجز الغيبة توادعتنا وإياه وقفه، وأنا قفيت والقلب قفوه وعيني تهل دموعها يوم ودعناه، ولا باقي إلا الجسم والقلب راحوه. أخ، إلا ولهم تورطوا وجاءوا يطلبونك ونحن بأبانين. أما كنت مرغت أنوفهم في التراب، ولكن هذه هي النهاية عزيزتي.